الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يصح حذف المخالفات المرورية بواسطة؟ الحمد لله رب العالمين، هذا الفعل لا يجوز ولا ينبغي، لأن الإنسان مؤتمن على هذا الأمر، والله عز وجل أوجب حفظ الأمانات وحرم الخيانة، وأخبر أنه لا يهدي كيد الخائنين ولا يحب الخائنين. فهذه المخالفات إنما هي مخالفات تعزيرية بالمال على أخطاء يرتكبها بعض السائقين، فإذا أخطأ السائق وخالف نظاما من الأنظمة المعتمدة في الدولة مما يخص المرور فلا بد من تطبيق النظام الجزائي عليه، وهي أنه يعزر بالمال، فلا ينبغي إسقاط هذه العقوبة التعزيرية بمجرد المعرفة أو الشفاعة أو الواسطة، لأن هذا سوف يجرئ بعض السفهاء من السائقين على تجاوز حدودهم مما يوجب خطرا على أنفسهم وعلى من يمشي معهم في الطريق، إذا علم أنه مهما خالف فستسقط عنه هذه المخالفة ولن يعاقب عليها. ومن المعلوم أن من أصول الشريعة حفظ النفوس وحفظ الأموال، فإذا علم بعض المتهورين أنه سوف تسقط عنه هذه المخالفات فسوف يتجرأ على السرعة التي تتعدى حد النظام مما يدخل في السرعة الجنونية، وسوف يخالف الأنظمة التي يوجب مخالفتها الخطر عليه وعلى إخوانه المسلمين ممن يسلكون نفس الطريق، فلا بد أن يأخذ عقابه على هذه المخالفة حتى تكون هذه العقوبة زاجرة له عن معاودة هذا الخطأ، ومن باب حفظ نفسه ومن باب حفظ نفوس الآخرين ومن باب حفظ النظام. فإذا لا يجوز للإنسان أن يستغل نفوذه في لإسقاط هذه الواجبات التعزيرية، أو نقول العقوبات التعزيرية، عن هؤلاء المخالفين حتى لا يتجرأوا على الإضرار بأنفسهم والإضرار بغيرهم، فإن إسقاطها نوع ضرر بالعامة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم.